هذه الجزئية الشركية مال رؤية الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هذه عند البكرية من أعظم نعيم الجنة طبعا. إيه؟ مو بس هذا، هم يجلسون مع الله عياذا بالله حسب عقائدهم في الجنة ويتمازحون معه. نعم، شقة يصير يعني. نعم، شاقون شوية فيما بينهم على أساس الله يجي عياذا بالله يقول لي مثلا عبد أدخله الجنة، رواياتهم تقول يذكره بغدراته في الدنيا. ها تذكر ذاك اليوم شلون شفصت، سويت لك هالشغلة المكسورة وأذنبت هذا الذنب، وذاك اليوم هالشكل سويت، وذاك اليوم هالشكل سويت. فهو ماذا ينحرج المسكين، يقول يا رب أولم تغفر لي، يعني بعد ليش يعني الإحراج هذا يعني. فيقول نعم، ولكن يعني بس نذكرك شوية. هذه صفات إلههم هكذا يعني. ونحن بينا سابقا أن هذه العقائد التي تقتضي تجسيم الله تعالى ونسبة ما لا يليق بجلاله إليه، هذه في الحقيقة إسرائيليات مأخوذة من عقائد أهل الكتاب. وهنا أيضا بعدما مررنا وإياكم على هذه الأحاديث الشائنة وما فيها وعلى حسب تنوع ألفاظها، نجد فيها عقائد عجيبة من أبشعها كما قلنا رؤية الله تعالى. هذا مع أنهم يروون عن أمهم عائشة لعنها الله أنه قيل لها هل رأى محمد ربه، فأجابت لقد قف شعري مما قلت، يعني كأنها تستبشع وتستنكر إمكان أن يرى النبي صلى الله عليه وآله ربه أو أن يرى أحد ربه جل وعلا. لماذا؟ لأنه لا تدركه الأبصار. إذا قلت بإمكاني رؤية الله عز وجل رؤية بصرية، انتبهوا مو رؤية قلبية أي بالبصيرة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل يا علي أو يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال ما كنت لأعبد ربا لم أره. قالوا فصفه لنا، قال ويحكم، مضمون كلامه الشريف، ما رأته الأبصار ما رأته العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فأنت إذا جوزت إمكان رؤية الله عز وجل فقد جسمته لا محالة. وإن قلت بلا كيف، بلا كيف يعني بلا كيف، هذه لا تنفعك لأنك بالنتيجة جعلت له أبعادا حتى يمكن أن يرى. أنت ما الذي تراه في عينك؟ الآن أنا أراكم، أنتم ترونني، لابد أن لنا أبعادا حتى العين تستوعب هذا المرئي، ولابد أن يكون هنالك وسط فيزيائي معين يسمح بتشخص هذا المرئي، هذه العين المرئية، حتى يقع شعاعها إنجاز التعبير في العين الباصرة حتى يمكن أن ترى. لابد من وجود مكان، لابد من وجود زمان، لابد من وجود حيز معين، لابد من وجود نور، لأنه إذا كانت ظلمات حتى وإن كان المرئي موجودا إلا أنه لا يرى حينئذ، لن ينعكس على ما ينعكس أحسنتم على العين هذه الباصرة يعني. فكيف ينسب هذا إلى الله تعالى مع صريح قوله المحكم الذي لا يحتمل التأويل لا تدركه الأبصار؟ تقول في آية أخرى قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نقول هذا مو محكم، هذا متشابه، لأنه كلمة ناظرة في اللغة العربية تارة تأتي بمعنى النظر وتارة تأتي بمعنى المنتظرة، الانتظار تأتي بهذا المعنى
ناظرة أمر ربها، ناظرة منتظرة رحمة ربها، ماذا يأمر الله عز وجل بها؟ من يوقفونه أو يوقفونه، يكون في التوقيف. شي يسمون هذه؟ يقول لك شنو، بالنظارة، خلوه بالنظارة، يعني منتظر منتظر هم مآله شنو.